هيفي، احكي لنا شو بدك تعملي اليوم بهيلين؟ اليوم بدي قلد هيلين. ايه، شلون يعني؟ رح البس نفس اواعيها وبدي قلد حركاتها. كل حركاتها؟ ايه. حبيت. اليوم يا ماما بدي خليها لهيلين تجن، يعني رح تمتف شعراتها لشوي. وهلا خليني البس البلوزة اللي مثل هيلين. 1 2 3. يلا قوام هيفي، روحي روحي لعندها لهيلين بسرعة. هيلين قولي هاي للكاميرا. هاي هاي، معكم لال سمراء ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم رح نعمل روتين البنات المسائي. ماما لوين راحت هاي؟ هيفي تعالي بدنا نصور فيديو. يلا بنات بسرعة عدوا، بدنا نعمل اليوم فيديو روتينكم المسائي. بنات ركزوا معي، وين عقلكم؟ هيلين هيفي عم احكي معكم. اجوا البنات من المدرسة، غيروا اواعيهم، وهلا عم ياكلوا الفواكه. هيلين هيفي شو بكن يا بنات؟ هيلين شو بدك تعملي؟ ماما بدي ارسم. حلو كتير هيلين، متعودة بعد ما بتجي من المدرسة ترسم. ايه هيلين شو رح ترسمي اليوم؟ هلا بتشوفي. هيفي وانتي رح ترسمي؟ انت شو جابك؟ انت شو جابك؟ لا تتناقري ورسموا لنشوف شو رح ترسموا. هداك اليوم قالت لي هيلين انه بترسم رسم كتير حلو ورفقاتها بيحبوا رسماتها. خايفة بعد المدح هذا اللي مدحته بهيلين تعمل لنا رسمة بشعة. هيفي ليش عم تطلعي على رسمة هيلين؟ اسمع ما خليني ركز. أنا شايفة إنه هيلين وهيبي اتنيناتهم رسموا عيون، ما بعرف كأنه عم يرسموا نفس الشي. هيبي ليش رسمتي مثلي؟ هيبي ليش رسمتي مثلي؟ أوف. وشوفي يا هيلين، خليها ترسم مثلك، أنت أختها وعم تتعلم منك. ليش تعملي مثلي؟ ليش تعملي مثلي؟ هاتوا فرجوني الرسمات. طلعوا نفس الشي. ها 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 ها. بدي شقة، بدي شقة. لك الرسمات كانوا حلوين، ليش شقيتوهم؟ ها ها. عادي جنبها هيفي. الليل تومبيك تومبيك، الليل تومبيك تومبيك، كل ليل انجا تشوكوميك، كل ليل انجا تشوكوميك. هيفي دا تشوك بيس، هيفي دا تشوك. غني غيرها. هيفي لا تردي وراها. عني كارم اتكس، عني كارم اتكس، باكتم دولاب اتكس، كل ليل تب كوجا باستاي، لبتي مشتبا. هيفي دا تشوك ايرانش، هيفي دا تشوك ايرانش. ما خصنا، انت عم تسبي حالك. بدا بنتك بدم ياب ماما نتشن، بدا بنتك بدم ماما نتشن. سبور باكتي، سبور باكتي. بدي اعمل يوغا، يوغا. يوغا، يوغا. هيفي انتقمت. ليش ضربتيني؟ ليش ضربتيني؟ ها بدي أقرأ قصة. وين صرت؟ وين صرت؟ بدي أقرأ قصة. أوف. ومن هوايات هيلين المطالعة، وهيفي اليوم أخذت هاي الهواية كمان.
واليوم كنت عاملة القصر التركي أكلناه أنا وجارتنا، وضل هاد هيلين كتير بتحبه وبدها تسكب صحن وتروح تاكله بالغرفة كالعادة، بس يكونوا الولاد التوأم نايمين لأنه بس يكونوا فايقين ما بخليها بيخبصوا الدنيا. مسكي بكوكيو، مسكي بكوكيو. نظرات هيلين، لماذا نحن هنا؟ هيلي بس، هيلي بس. هيلين شبكي اليوم معصبة على أختك؟ عادي هي كمان مشتهية تاكل. يمي يمي، يمي يمي. ما بدي أكل، ما بدي أكل. لا بدي أكل، لا بدي أكل. يحرق حريشة هيفي، أنا انجلطت عنا لهيلين. لا بدها تقعد جنبها كمان. هاد هو روتين بناتي المسائي، شوفوا شلون يعني بياكلوا هن. كل روتين المسائي تبعهم أكل أكل أكل. شو ماما؟ شو ماما؟ ولا شي، عم قول إنه روتينه المسائي بس أكل، قصدي أكل ورسم وهوايات أخرى. مين من هواياتها الأكل مثل البنات؟ قصدي يعني مثل بناتي الهوايات تبعهم. أنا كتير حب بالأكل، الأكل يمي. أنا كتير بحب الأكل، الأكل يمي. لا تقلديني، لا تقلديني. أبشو، هذي حاجة اليوم، هذي حاجة اليوم. أوه هذي مو هون. أنا إجيت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا بنات شهيتوني على الآيس كريم تبع الليمون، جعبالي أكل لي واحدة كمان. لو بدال هيلين شو عملتوا بهيفي انتو؟ صار وقت فرشي اساني، صار وقت فرشي اسناني. كمان هون، كمان هون. هيلين ماما فكينا بقى، ليش بس انتي بتفرشي اسنانك؟ خليها للبنت تفرشي اسنانها، ولو انه كل ما بتعملي شي بتعمله. خدي، ها خدي. لا 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 لا. وعد فرشاي، وعد فرشاي. خلاص يا بنات حاج لعب، سكروا المي لأنه حرام الإسراف. ماما تعبت اليوم، ماما تعبت اليوم. بدي اعمل توست. هاي وهيلين بدها تعمل توست الجبنه، كثير بتحبه هذا سناك ظريف خفيف كثير طيب، وانا كمان بحبه. ولي اجت هيفي كمان. هاي بدي اعمل توست. انت ما حبي الجبنه، انت ما تحبي الجبنه. يا هيفي حاج، يا هيفي حاج. واجينا على الماركت انا وهيلين وهيفي مشان يشتروا شغلات بيحبوها. اليوم خصنا جبتهم على الماركت ليشتروا الشغلات اللي بدهم اياها. بدي اشتري شوكولا، بدي اشتري شوكولا. ك
كمان هون؟ بدي هذا الشبس. بدي هذا الشبس. ليش خدتي مثلي؟ ليش خدتي مثلي؟ هاي لهاي لهاي هاي لهاي لهاي هذي روحي من وشي. هذي روحي من وشي. كورنفليكس عصير تفاح. لا هيك كتير. لا هيك كتير. أحد هلمي مو لازمك. ليش اشتريتي مثلي؟ ليش اشتريتي مثلي؟ بدي من هاي. معك بدي أنا. طيبة هاي الشوكولا. خلاص ما بدي. هون منكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انه يكون عجبكم. انا هذا الفيديو كتير ضحكني وحركات هيفي وتقليدها لهيلين كان كتير فظيع. اذا حدا عمل فيكم مثل ما هيفي عملت بهيلين شو بتعملوا؟ اكتبوا لي بالتعليقات وحطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس وتروحوا تشتركوا بقناة هيلين وهيفي. رابط القناة رح تلاقوه بالوصف وكمان بالتعليقات. بحبكم كتير انا والبنات. عم يقولوا لكم حطوا لنا لايك. تحية كبيرة مني من البنات. بحبكم كتير وباي باي.